السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي ساعة اقتصاد. مؤشرة إيجابية وأرقام مشجعة حققها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، حيث عادت الإصلاحات الاقتصادية من ناحية القوانين والتشريعات وتنويع الاستثمار بالجزائر إلى مسار التنمية الاقتصادية الحقيقية والتوازنات المالية، حيث سجل النمو الاقتصادي الداخلي 4.3% فيما تجاوزت الصادرات خارج قطاعها المحروقات 7 مليارات دولار، أما احتياطي الصرف قدر ب 64 مليار دولار. مسار الإصلاحات الاقتصادية والديناميكية التي تشهدها بلادنا تدعم أيضا بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والتي كشفت عن حصيلة 6 أشهر من إنشائها، والتي سجلت أزيد من 1600 مشروع استثماري بقيمة مالية تجاوزت 550 مليار دينار. المؤشرات الاقتصادية الوطنية وآفاقها الواعدة ستكون محل النقاش خلال هذا العدد من ساعة اقتصاد. بداية أرحب بضيوفي الكريم، أولا الدكتور محمد شريف دروي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية المؤسسات. أهلا بك سيدي. أهلا أستاذي الكريم. شكرا. كما أرحب بالدكتور محمد بخاري وهو أستاذ جامعي. أهلا بك أستاذ. شكرا استضافة، تحياكم، تحية للضيوف الكرام والمشاهد الكريم بصفة عامة. شكرا جزيلا. كما أرحب بالسيد أمين بوطالبي وهو رئيس المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا بك وبكل متابعي الحصة. شكرا جزيلا. إذن سيد ضروي نبدأ معك هذا النقاش. الجزائر حققت عدة مؤشرات إيجابية، من بينها 4.3% هي نسبة النمو الداخلي، بالإضافة إلى صادرات خارج قطاع المحروقات وصلت إلى 7 مليارات دولار، لم تسجل هذه الحصيلة منذ عقود. يعني اليوم قوة الشعوب تقاس بالقوة الاقتصادية، خاصة وأن الجزائر شهادات الدولية تقول أن الجزائر ليست لديها ديون. الجزائر في مختلف التقارير للأمم المتحدة والهيئات الأممية الفاو والبنك وصندوق النقد الدولي أكدت أن الجزائر في صحة اقتصادية جيدة. نعم أستاذ الكريم، ننطلق الانطلاقة الحقيقية لهذه الإحصائيات. أولا نقول على أنه هذه الإحصائيات التي هي نتاج عمل يعني تقريبا سنة ونصف، باعتبار أنه نختزل سنة ونصف من جائحة كورونا، نقول على أنه هذه باعتبارها أنه مشهود لها على أنه تصنف في الخانة الخضراء للبنوك والمصارف الدولية والمؤسسات الدولية لقياس نسب نمو الدول، فنحن نقول هنا على أنه حققنا نجاحين حتى ننطلق انطلاقة صحيحة. لماذا نجاحين أستاذي الكريم؟ عندما تعيش جائحة مثل جائحة كورونا الذي صار بسببها إغلاق دولي كبير، وعندما تتحدث عن مرتدات لأزمة روسيا وأوكرانيا، في الوقت ذلك تجد دولة مثل الجزائر فقط تحافظ على نفس مستويات النمو والاستقرار، فهذا يعتبر في حد ذاته نجاح. أما أنك تجد إضافات أخرى، نسب أخرى تصنف في الخانة الخضراء، فيعتبر النجاح متعدد أو النجاح نجاحين بطبيعة الحال، وهذا إشهاد حقيقي تشهد به كل المؤسسات المالية الكبرى والدراسات الاستراتيجية. ننتقل إلى مصطلح على أنه سيادة الدول هو الاقتصاد بطبيعة الحال. لن تكون فيه أي سيادة سياسية أو سيادة دولة كاملة، باعتبار أنه في الوقت الذي تجد فيه هذه الدولة لديها تبعية اقتصادية ولو حتى في مادة واحدة على غرار مادة القمح مثلا. لذلك السيادة الحقيقية هي القوة الاقتصادية، عندما يكون فيه تكامل اقتصادي وقوة اقتصادية وكتلة اقتصادية، فهنا حقيقة يمكنك أن تضرب على الطاولة لتتكلم بسيادة حقيقية على قرارات الدولة العليا وقرارات الدولة خاصة الدولية، وخاصة القرارات الأكثر تأثير في القضايا ما تسمى القضايا الدولية. هذه هي النقطة المتعلقة بالقوة الاقتصادية والسياسة والسيادة السياسية والسيادة الاقتصادية. عندما نتكلم أيضا عن المؤشرات في حد ذاتها، المؤشرات هنا من في المستوى الأول سنتكلم عن المساءلة والشفافية السياسية والشفافية الاقتصادية، لذلك هذه الإحصائيات تصنف هنا. أصبحنا نتحدث على غرار باقي الدول الغربية والدول الكبرى التي تعلن عن ما وصلت إليه سواء سلبي أو إيجابي بطبيعة الحال، وهو ما تسمى الأخلاق السياسية للممارسة السياسية للسلطة العليا في البلاد. شيء جميل على أن يكون لنا هذا المسار أن نبدأ فيه حتى نتطور أكثر لما للأمام في هذا الجانب ما تسمى المساءلة
المساءلة السياسية والمساءلة القانونية للسلطة السياسية في البلاد من خلال هذه الإحصائيات والبيانات والإعلانات. أيضا نتكلم عذرا أستاذ فقط وأنهي نتكلم عن مستوى آخر وهو العلاقة الحقيقية ما بين السلطة السياسية واقتصاد الدولة ومستويات النمو. شيء جميل جدا فعلا. أن نتحدث بهذه المصداقية مع الشعب باعتباره هو المحرك الأساسي لكل مسارات التنمية الاقتصادية، وحتى يكون فيه مجتمع، يكون فيه شعب مندمج مع السياسة العليا في البلاد لتحقيق مستويات مثل هذه، يجب أن يكون فيه ما سميناه المستوى الأول وهو المساءلة والشفافية، باعتبار هذه تؤدي بالجميع لتضعه أمام نقطة مهمة وهو المتابعة والمراقبة، ومن ثم التعديل والتقويم للنمو أكثر والتطور أكثر. شكرا دكتور ضربي. دكتور بخاري، يعني عناصر القوة الاقتصادية أيضا تقاس دائما بالمؤشرات. الجزائر حققت مؤشر مهم جدا وهو احتياطي الصرف قدر ب 64 مليار دولار، يعني في حين كانت بعض الأصوات تقول أن الجزائر ستتوجه إلى مديونية، ستتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل اقتراض أموال، لكن الجزائر حققت ما يجب تحقيقه بالإضافة إلى احتياطي الصرف قدر ب 64 مليار دولار. شكرا على السؤال. يعني فقط أعرج مع الكلام الجميل اللي قاله الأستاذ ضروي فقط بالنسبة إلى عناصر القوة، لأن عندما نتكلم على عناصر القوة نتكلم على مفهومين، هو مفهوم الجاذبية ومفهوم الإشعاع. معناتها أن قدرة الدولة دولة معينة أن تجلب أحسن الاستثمارات على الاستثمارات، قدرة الدولة أن تجلب أحسن لمير طالون كما يقول أحسن الكفاءات الكفاءة إلى بلد معينة. كذلك عندما نتكلم على الإشعاع هي معناتها قدرة الدولة أن تدفع بالدول الأخرى في مسار استراتيجي معين، هذا مهم جدا. ونقدر نعطيه فقط مثال بالنسبة إلى الجانب الإشعاع، نتكلم مثلا على الصين عندما الآن عندما نتكلم على طريق الحرير مثلا اليوم بهذا البرنامج نظرا للمصداقية من حيث القوة قوة الإشعاع الاقتصادية تدفع به الدول الأخرى إلى الانخراط في هذا المسار. الآن بالنسبة إلى بلادنا، يعني احنا رانا في مرحلة معينة من التطور، ما هي المؤشرات بعد المؤشرات؟ وأنتم قبل ما نتكلم على الاحتياطي نتكلم على أولا نتكلم على الصادرات خارج المحروقات، ودعني هنا فقط نفتح قوس فقط نعطي هنا مثال بسيط جدا. عندما شوفوا إحصائيات المنظمة العالمية للتجارة تقول مثلا أن روسيا صادرات نتاعها 500 مليار دولار، يعني أرقام مهولة. كي نقارنها مع الهند مثلا فإن الصادرات تاع الهند هي 400 مليار دولار تقريبا حوالي، معناتها أنها روسيا أكثر من الهند. ولكن عندما في المخيلة تعنى أن الهند هي أكثر قوة اقتصادية، لأن روسيا هي مصدرة للموارد الموارد الأولية، وبالتالي فإن المؤشر هو ليس بالصادرات وإنما مؤشر بالصادرات خارج المحروقات. وإحنا اليوم هذا هو التطور اليوم نشوف في بلادنا، أنه عندما كنا في مرحلة معينة فقط نصدر المحروقات، اليوم نصدر عدة مواد كيميائية، الحديد، الإسمنت والمصنع والى اخره اللي بغلت 7 ملايير، وان شاء الله بحسب يعني شفنا سيد رئيس الجمهورية يتكلم على انه نوصلوا الى اكثر من 7 ملايير ان شاء الله، وسنة الإقلاع الاقتصادي ان شاء الله تكون الامور هكذا. الان بالنسبة للمؤشر الاخر، يعني نتكلم عن النمو لكن نتكلم على الاحتياطات، وهذا نقطة جوهرية. لماذا؟ لان في الجزائر على حساب النموذج الاقتصادي الجزائري كله مبني على احتياطي الصرف. اذا كان احتياطي الصرف هو يعتبر مؤشر قوي جدا، إذا كان احتياطي الصرف في تزايد عرف أن الجزائر بخير، وإذا كان في تراجع عرف لأنه كان إشكالية. وإحنا فقط إذا قارنا مع فترات سابقة، وهنا نأخذ باش نتكلموا بلغة الإحصائيات بلغة المنطق وبلغة الموضوعية، لو كنشوفوا إحصائيات في الجزائر من 2013 إلى 2019، لماذا دخلت 2013؟ لأن في 2013 وصلت الذروة تاع احتياطي الصرف 201 مليار دولار. ولكن عندما نشوفوا هذاك التغير راح نشوفوا بان هناك انخفاض مطرد من سنتين الى اخرى، معناتها بلي كان هنالك مشكل هيكلي في الاقتصاد الوطني. وهذا وعندما نقارنوه مع اسعار البترول نشوفوا الاسعار ارتفعت بين 13 و15 وصلت الى 100 دولار، تراجعت ثم عاود ارتفعت الى 70 دولار، وبالتالي فهنا ما كانش هنالك ارتباط ما بين الاثنين، معناتها هنالك مشكل هيكلي في الاقتصاد الوطني. ونقدروا احنا نتكلموا على بعض المؤشرات، كنا نتكلموا في ذاك الوقت استيراد عشوائي، نتكلموا على تضخيم الفواتير، نتكلموا على قانون الاستثمار بطبيعه الحال، قانون الاستثمار اللي كان موجود ولكن تنفخ به العجلات والنصوص التطبيقيه ما كانتش موجوده.
الامور ما كانتش واضحه تماما، وبالتالي فان التراجع تاع الاستثمار كان تاع العفو تاع الاحتياطي كان هو منطقي. وانا شخصيا كتبت في تلك المرحله في 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 جريده المجاهد الشافعي، ان قلت بلي اذا وصلنا بنفس المنهاج راح تروح الاحتياطات الصرف، لان كان تاكل 25 مليار سنويا، وانه سوف نذهب الى الاستدانه، وبالتالي الى صندوق النقد الدولي. والمشكل في صندوق النقد الدولي انها نرهن القرار الاقتصادي. الان اليوم دعنا الان نقارن مع المرحله من 20 الى 23. لو كان نشوفوا تغير احتياطي من 20 الى 23 نشوفه على شكل الحرف الاو باللغه اللاتينيه، الحروف اللاتينيه عفوا، نشوفوا ان في البدايه بطبيعه الحال كان هنالك مع النقص لسبب رئيسيين، وان هو كان هو اولا هنالك عطاله يعني انيرسي بالنسبه الى الاقتصاد السابق، ولكن كذلك جائحه كورونا التي خفضت من اسعار النفط بشكل كبير، ارتفاع اذا المواد الاوليه ثم هذاك بعد ذلك اصبحت ارتفاع المواد الاوليه، ثم هنالك استقرار، واليوم رانا نشوفوا هنالك ارتفاع لاسعار لاحتياطات الصرف 60 في نهايه 22 ثم في بدايه 23 62، اليوم نتكلموا على 64 مليار دولار. يقول لك نقدر هنا معناتها اولا معناتها بهنالك تغير من حيث المفهوم بين مرحله سابقه وهذه المرحله اليوم. هناك الصحه الاقتصاديه معنات بارك الاقتصاد الوطني. حتى نبرهن على الصحه الاقتصاديه لازم كذلك نحيو الارتباط مع اسعار النفط. خاش يقدر يقول لك نعم تحسن في الاحتياطي لان هناك تحسن في اسعار النفط، ولكن عندما نشوفوا باللي في هذه السنه ارتفاع احتياطي من 60 64 واسعار النفط تراجعت الى حد جعلت منظمه دولار يعني جعلت منظمه الاوبك بلس تخفض حتى اولا انخفاض 30 مليون برميل ثم تخفيض طوعي بمليون و 6 مليون برميل. هذه نقطه يعني راجع الاستراتيجيه التسيير اليوم. ثانيا شوفوا بالنسبه للغاز، لان الجزائر دوله غازيه قبل ما تكون دوله بتروليه، الغاز انخفض من بين 10 و 12 دولار مليون بي تي يو، هبط اليوم 2 فاصل معناتها نقاسم الى على 5 مرات، وبالتالي معناتها بلي هنالك مؤشرات اخرى او عمل اخر راهو يتم. وعندما قلت لك نقارن مع فتره سابقه الاستيراد العشوائي ينقص، استيراد اكثر من 60 مليار دولار وصلنا حنا 40، 20 مليار دولار انخفاض في الاستيراد، يعني رقم مهول جدا. ثانيا عندك انت تضخيم الفواتير اصبحت من شيء من الماضي. ثالثا عندك انت قانون اليوم الاستثمار بقوانين تطبيقيه موجود، قانون النقد والصرف اليوم راهو معدل، قانون حق الاضراب يعني كذلك راهو راح يتم، شفنا قانون المضاربه، دوك هنالك مجموعه منظومه قانونيه اللي تخلي ان هذا الشيء تخلي يتغير. ولذلك قلنا في البدايه فمن مؤشرات القوه الاقتصاديه صادرات خارج المحروقات، وهذا كله له سبب وهو السياسه الاقتصاديه الجديده. حتى ان الميزان التجاري اليوم اصبح رابح، كان ناقص 10 مليار دولار اليوم اصبح زائد 1، وهذا راجع استراتيجيه التسيير. سيد امين ابو طالب، يعني اليوم الدوله ايضا ادمجت الشريك الخاص او المؤسسات الخاصه في عمليه البناء الاقتصادي والذهاب الى اقتصاد حقيقي منتج. اليوم حسب المؤشرات المطروحه اليوم القطاع الخاص يساهم 30 مليار دولار في عمليه الاستثمار، وهذا بحلول يعني 2027. ما هو دور المستثمر يعني الخواص اليوم في عملية الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكر الأساتذة على المداخلة القيمة أستاذ بخاري وأستاذ ضروي. اليوم التحديات هي كبيرة جدا، والقطاع الخاص هو من يبني الاقتصادات العالمية. القطاع الخاص خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص هو أهم مفصل لبناء اقتصاد وطني قوي. اليوم لو نشوفوا في الساحة الاقتصادية نشوفوا أنه بدأنا في تعبيد طريق نحو آفاق اقتصادية كبيرة. الأصل أنه لابد علينا أن نبني استراتيجية 2030 مثلا ولا 2025. فأهم شيء هي في تعبيد الطريق إصلاح منظومة اقتصادية شاملة. شفنا أنه هيئة مكافحة الفساد أيضا الملفات التي ستدرس في المستقبل ستكون بشفافية برقمنا، هذا شيء مهم جدا. أيضا الشباك الوحيد، أيضا الوكالات اللي تحققت وتم إنشاؤها هي كلها داعمة للاقتصاد الوطني. وأيضا اليوم نشوفوا قانون الاستثمار لما خرج فيه اهتمام كبير جدا من القطاع الخاص ومن القطاع العام ومن الأجانب للاستثمار في الجزائر، وهذا بحكم ربما ارتباطنا وعلاقاتنا بالسفراء وبالمستثمرين الأجانب اللي دائما غرف التجارة والصناعة
اللي دائما يبحثوا على مناخ الاستثمار في الجزائر وكيف يمكن إزالة كل العراقيل اللي كانت مقبل نسمعوا البيروقراطية ونسمعوا أيضا فيه الكثير من العراقيل، الجزائر مغلقة والجزائر ما عندهاش جاذبية والجزائر كذا. اليوم الحمد لله حتى السفارات تاعنا أعطاها تعليمات أنه لابد أن تلعب دبلوماسية اقتصادية، وهذا شيء مهم جدا. وشفنا سفارات وسفراء بدأوا يديروا لقاءات داخل السفارات وبدأوا يحجزوا قاعات مع وكالة ترقية الاستثمار الأبي في 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 الخارج، يعني بدأ نشاطها في الخارج. هذا اللي ما كانش مقبل، يعني لوندي ما كانش تشتغل في الخارج بهذا الشكل، يعني مع السفارات وتنظم لقاءات وعندها بيجي خاص بهذا الأبي. نعم، اليوم هذه الوكالة هي داعمة لجذب الاستثمار، وهذا شيء مهم جدا. اليوم أنك تنظم لقاءات مثلا في بلجيكا، ونظمت لقاءات في إفريقيا في الكامرون وفي أنغولا وفي دول ربما تهتم بالجزائر. اليوم وشو الدور تاعكم في منافقة مثلا لابي كمركز عربي إفريقي للاستثمار والتطوير؟ والله احنا نتعاون مع لابي ونتعاون مع كل الوكالات المتواجدة لدعم وترقية الاستثمار، واحنا أيضا نروج للاستثمار داخل العمق الإفريقي وأيضا داخل المنتديات الكبرى لما نكون محاضرين في منتديات كبرى أو ملتقيات كبرى. وأيضا نمد لك مثال بسيط، ننظم كل سنة ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، طبعا 9 ستكون هذا العام. تخيل أنه في ظرف 3 أشهر عندنا 260 مسجل من الخارج، يعني من إفريقيا ومن دول أخرى، اهتمام كبير لدخولهم للجزائر. الميزة في هذه الطبعة إن شاء الله ستكون توقيع اتفاقيات، ونتوقع أنه تكون 30 اتفاقية بين تصدير للمنتجات وبين أيضا استيراد للمواد الأولية من الموطن تاعها، يعني من كوت ديفوار أو من إثيوبيا أو من غيرها. وأيضا ستكون اتفاقيات للاستثمار، يعني فيه شركات بدأت الآن تتفاوض للاستثمار والشراكة في الجزائر، هذا شيء مهم جدا. اليوم التحديات قلت هي كبيرة جدا، وأيضا ما الذي أراه أنه اليوم لابد علينا أن نعمل جميعا كإعلاميين، كباحثين، كخبراء، كباترونا، ككل الجمعيات المهنية كلها، كجمعيات ربما صديقة للاستثمار وصديقة للتجارة والترقية. كلنا لابد علينا أن نفعل دور التنمية المحلية. لماذا؟ لأنه المستقبل الجزائر ربما اليوم راهي تعيش في بحبوحة، لكن المستقبل لا أحد يستشرف المستقبل ماذا سيكون فيه. اليوم لاحظنا أنه ربما المناورات التي هي في بحر تايوان ستؤثر على الاقتصاد العالمي وتحرك التجارة العالمية. تخيل أنه أكثر من 8500 سفينة تمر من ذاك المعبر، يعني العالم كله سيتأثر. فهذا لابد علينا أن نعي أنه بعد شهر أو شهرين ستكون هناك أزمة روسيا الأوكرانية، أزمة ثالثة بعد يعني بعد كوفيد وبعد الأزمة الأوكرانية الروسية ستكون أزمة ثالثة. اليوم الجزائر أيضا تملك مكانة قوية جدا مثل ما قال الأستاذ بخاري في الطاقة، خاصة في الغاز. يمكن أن نستفيد من هذه المكانة، ويمكن أن نستفيد منها من خلال استقطابنا لاستثمارات يعني أخرى رفيقة اللي تستغل يعني تستخدم الغاز كمادة أساسية. فيمكن جذبها، لأنه أوروبا اليوم تعيش في أزمة كبيرة جدا، خاصة المصانع. بالعكس كاين مصانع اللي حولت إلى الفحم الحجري، وكاين مصانع اللي ربما وقفت وتبحث عن آليات أخرى جديدة. اليوم هنا تلعب دور الجاذبية الاستثمارية اللي كاين في قانون الاستثمار، ودورنا جميعا كسفراءنا في الخارج، كوزارة الخارجية اللي تلعب دبلوماسية اقتصادية، الإعلام اللي دائما لابد أن يروج ويبعث الصورة الحسنة لاستقطاب مستثمرين أجانب، لأنه كل الجرائد اليوم تقرأ في 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 العالم، يعني خلاص ما فيش يقول لك لا تطبع في دولة معينة، العالم كله يقرأ الخبر في نعم في لحظته. فلذلك على الصحفيين أن تكون لهم الاحترافية في نقل الخبر، هذا شيء مهم جدا، خاصة في الخبر الاقتصادي شيء مهم جدا. شكرا سيد بوطالبي. إذا سيد ذروي، أيضا الجزائر تقترب أيضا من الانضمام إلى تكتل البريكس الذي يضم أكبر الاقتصادات العالمية، والذي أبدت موافقتها من أجل انضمام الجزائر. يعني ما أهمية تواجد الجزائر في هذا التكتل كتكتل البريكس؟
أولا الأهمية أهمية متعددة أستاذ الكريم. الأهمية على المستوى الدولي والإقليمي هو أنه في حد ذاته منظمة البريكس الآن تتوجه نحو التربع على الأقل في المرحلة الأولى إلى أن تكون المنظمة الموازية للدول السبع الكبار في العالم بطبيعة الحال، لأنك تتحدث عن أكثر من 40% من الكثافة السكانية العالمية، تتحدث عن أكثر من 27% من الناتج المحلي الخام العالمي بطبيعة الحال لهذه الدول، وتتحدث أيضا عن تفعيل وتعزيز دور بنك التنمية الجديد اللي تابع لمنظمة البريكس الذي سيكون له كلمة كبيرة ومؤثرة جدا دولار. نعم، فيما يخص القروض العالمية يعني التي تسيطر عليها بطبيعة الحال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغير ذلك. يعني المنظمة في حد ذاتها ستكون هي قيمة مضافة للإيديولوجية العالمية الجديدة، ستكون لها تأثير متعدد ومتوازي ومتعدد المستويات في التأثير على البناء العالمي الجديد سواء اقتصادي أو سياسي في كل المجالات. لذلك تتحكم في أكثر من 30 أو 40% من الاقتصاد العالمي. نعم، قلت لك 28% بالضبط من الاقتصاد العالمي، هذا للدول الخمس فقط في انتظار انضمام الجزائر والسعودية وإيران ودول أخرى تسعى للانضمام بطبيعة الحال على غرار مصر الذي تم اعتمادها رسميا كعضو في بنك التنمية الجديد اللي تابع لمنظمة البريكس. يعني نقول على أنه خطوة مهمة جدا لدولة مصر في هذا المجال. أيضا الجزائر ينتظر لها أيضا الانضمام. أيضا نقول هنا شيء مهم جدا للمشاهد الكريم، هو انضمام الجزائر لهذه المنظمة ليس لخدمة عيون الجزائر أو حبا في الجزائر، بل ما ستقدمه الجزائر لهذه الدول. لأنه قلت أنا قبل مدة من هذا البلاتو على أنه لأول مرة في الدبلوماسية العالمية، دبلوماسية المؤسسات والمنظمات الدولية، تجد دولة تتحصل تقريبا على الموافقة للانضمام قبل أن تقوم بدفع الملف. كل رؤساء الدول تقريبا على غرار الرئيس الصيني والرئيس الروسي بوتين أعلن عن ترحيبه بوجود الجزائر في المقعد بجانبه في منظمة البريكس قبل أن حتى تعلن الجزائر بشكل رسمي عن دفع الملف. فكانت فارقة في العلاقات المؤسساتية العالمية. لذلك نقول أنه ما ينتظر من الجزائر في هذه المنظمة، أولا الجزائر أستاذي الكريم كما تطرح من خلال الأرقام، لا نقول على أن الأرقام هذه حسنة أو جيدة أو ممتازة أو في درجة الامتياز، بل نقول الأضبط في الدراسات الاستراتيجية في منح تصاعدي نحو الأعلى نحو الأمام في تحقيق إيجابيات أكثر من هذه في السنوات القادمة بناء على الأهداف المسطرة من طرف السلطة العليا في البلاد. واحد. اثنين، عودة الريادة الجزائرية على المستوى الإقليمي على الأقل إفريقيا والبعد المتوسطي والعربي يراد له أن يختزل داخل المنظمة ويكون قيمة مضافة للمنظمة بطبيعة الحال. عودة الدور القيادي، ليس الريادي، القيادي للجزائر في العديد من الملفات الدولية على غرار مثلا قيادة الدول الإفريقية في إطار التنمية الإفريقية في أجندة 2063 من خلال العديد من المشاريع، خاصة المشاريع الإقليمية، مشاريع جزائرية ببعد إقليمي ما حفز دول أخرى إفريقية على المشي والسير في هذا النمط على غرار الطريق العابر للصحراء، بعض المشاريع الأخرى على غرار السكك الحديدية وغير ذلك. كل هذه المشاريع بطبيعة الحال جعلت الجزائر تكون دولة قيادية في المنطقة يقتدى بها ويحتدى بها. هذه قيمة مضافة أخرى لمنظمة البريكس. ولكن القيمة المضافة الكبرى للجزائر أستاذي الكريم هذه لن نجدها مكتوبة في إحصائيات اقتصادية أو حتى بيانات سياسية وإعلامية. تاريخيا الجزائر معروفة على أنها لديها بعد في كل ما تقوم به كبعد مؤثر دولي. عندما تحركت الجزائر في 54 كثورة أصبحت بعد تحرري ومد تحرري في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها من الدول. عندما تحركت الجزائر في السبعينات فيما يخص حركة عدم الانحياز كان ذلك مد آخر، مد سياسي وإيديولوجي للعديد من الدول والقوميات العربية والإفريقية والأسيوية. عندما تحركت الجزائر مثلا خلف القضية الفلسطينية سنوات الثمانينات
صار فيه فارق بشكل مباشر في القضية على أعلى مستوى في العالم وهي الأمم المتحدة بطبيعة الحال. لذلك هذا الدور التاريخي للبعد التاريخي للدولة الجزائرية سيكون قيمة مضافة كبيرة جدا لمنظمة البريكس. ولكن ما تنتظره الجزائر من منظمة البريكس أيضا تنتظر الكثير من منظمة البريكس. الجزائر لديها توجهات إقليمية كبرى لحلحلة جميع المشاكل سواء الأمنية والعسكرية سواء الاقتصادية والاجتماعية أو غيرها من المشاكل، خاصة في المحيط القريب من الجزائر على غرار دول منطقة الساحل والصحراء الكبرى. التنمية الاقتصادية تعني حل العديد من المشاكل السياسية. كنت راح أختم بهذه الجملة أستاذي الكريم، سبقتني لأنه رئيس الجمهورية كان قال أنه نحن نختلف عن فرنسا وباقي الدول التي ترى استقرار دول الساحل والصحراء الكبرى من الزاوية الأمنية والعسكرية، لأن المفارقة هنا أن نراها من الزاوية الاجتماعية والاقتصادية. شكرا لك دكتور. سيد بخاري، يعني ما هو البعد الاستراتيجي اليوم للجزائر في الانضمام إلى تكتل البريكس؟ هي شوف، يعني نستغل ما قالوا الأساتذة الكرام، أكيد تكلمنا احنا على احتياطي الصرف، كل تكلمنا على الجملة وقلنا احنا متخايفين إذا كان عندنا ديون أننا نتوجه إلى صندوق النقد الدولي. وش علاه قلنا الجملة هذه؟ هذا هو الإشكال، لماذا تخوف من الذهاب إلى صندوق النقد الدولي؟ لأنها ممكن تكون سياسات لا تخدم الأجندة الوطنية. معناتها بلي اليوم الواقع الموجود، الصندوق النقد سواء الصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي أو كل المنظمات الدولية أو حتى منظمات يعني التجارة العالمية اليوم تخدم نقدر نقولوا مصالح الدول الكبرى، يعني الدول الكبرى التي جاءت بعد الحرب العالمية الثانية. دوك اليوم حنا الواقع تغير، شفنا مثلا كيف في مع في الأزمة الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبي انهار. يعني لا، مش القضية أن تم إخلال باتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة مع روسيا. فعلا. كيف يعني شفنا مثلا كيف مع أمريكا ومع الصين، كذلك أن أمريكا تفرض عقوبات مخلة مباشرة باتفاقيات المتعلقة بالمنظمة العالمية للتجارة. إذن يجب أن يكون هناك مجموعة من المنظمات التي تتوافق مع الحاجيات غالبية الدول، لأن عندما تكلمت على البريكس 40% من نسمة العالم، 30% اليوم أكثر 30% من الناتج الداخلي الخام تاع العالم. إذا هالدول كيفاش نعمل؟ يعني هل نبقى في إطار نظام قديم وبالتالي تكون منافسة غير عادلة، وبالتالي استراتيجيا يكون توجه تاعي دائما يكون غير صحيح أو يكون على الأقل يكون ناقص مقارنة مع التوجه الآخر، أو على الأقل نجد آليات جديدة؟ وفي إطار هذه الآليات البريكس تسمح بالنسبة إلى دول الجنوب، هذا هو تطلعات دول الجنوب بما فيه بلادنا، أن نحو يعني منظومات عالمية أكثر عدالة أكثر توافق مع تطلعات بلادنا وحاجيات البلدان المختلفة. ولذلك هذا هو الهدف الاستراتيجي، أنه الحصول وجود منظومة عالمية تخدم الجميع ولا تخدم طرف على طرف، وبالتالي الإقلال بمفهوم التوازن الاقتصادي، مش المنافسة الدولية تصبح منافسة غير عادلة، وبالتالي راني خاسر إذا كنت أنت في مصلحتك ومش في مصلحتي، وبالتالي نقول أنا خاسر قبل ما بدينا أنا خاسر. فعلا. هو اللي إشكالي كان. سيد بوطالب، يعني اليوم ما هي آفاق يعني التي يفتحها انضمام الجزائر إلى البريكس خاصة في عمقها الإفريقي؟ اولا البريكس الان يصنع في تحول اقتصادي عالمي ويصنع في تحول اقتصادي عالمي. لماذا؟ لانه فيه نظام عالمي جديد يؤسس من 2030، ولكن نشوفوا حتى الدولار يروح، وربما نشوفوا حتى العملات الرقميه ممكن الهيمنه اللي راهي الاحاديه تروح تولي هيمنه تاع مجموعه، ممكن تتكتلات ممكن مجموعات اخرى. اليوم الجزائر هي دولة محورية ومهمة جدا بالنسبة لكل مجموعة البريكس، وكما نعرف وكما قالوها كلهم أنه كل الدول الخمسة المؤسسة لهذه المجموعة أصدقاء للجزائر ومحبين لانضمام الجزائر. الجزائر يمكن تستفيد واستغل الانضمام تاعها للمجموعة بالعمق الإفريقي، بعلاقاتنا اللي ربطناها ونسجناها ربما من الاستقلال اليوم مع كل الدول الإفريقية، مع تحرر الشعوب ومع نضالنا وكفاحنا في دول عدم الانحياز وغيرها من المنظمات العالمية. يعني اليوم الجزائر فاعلة في إفريقيا وفاعلة حتى في الجامعة العربية أيضا. أكيد. يعني مختلف التكتلات الأخرى. اليوم يمكن أن تستغل الجزائر من طرف مجموعة البريكس، وأيضا يمكن أن نستغل أنه معدلات النمو تكون سريعة جدا. لماذا؟ لأنك راح تحتك بمجموعة
عندها معدلات نمو مرتفعة متسارعة جدا متسارعة. وعندها ناس يعني آلة تشتغل. اليوم لابد علينا أن نعي هذا الأهمية الكبرى، أنه لابد أن نتجه إلى التنمية الصناعية وتنمية المؤسسات وتكثيف الإنتاج، وتكثيف الإنتاج بالشراكة مع الجميع. شفنا أنه اليوم الجزائر وقعت شراكة مع روسيا مثلا، وهي أحد أعضاء مجموعة البريكس، وقعت شراكة مع البرازيل، وهي أيضا أحد أهم الرواكز لمجموعة البريكس، وأيضا عندها يعني خبرة كبيرة جدا في المؤسسات بين الدول النامية قوية. نعم. وأيضا الهند اللي هي مهمة جدا، ونملك علاقات جد قوية مع الصين اللي ربما هي راح تسيطر على الاقتصاد العالمي في الفترة القريبة. لماذا؟ لأنه الآلة الإنتاجية داخل الصين هي كبيرة جدا، فيمكن أن ننقل تكنولوجيا لبلوغ هذه الدول إلى إفريقيا، ممكن أن ننقل شراكات وجذب شراكات مهمة جدا، خاصة قلت أنه الطاقة عندنا هي مهمة بالنسبة لهذه الدول الكبرى مثل روسيا أو الصين أو غيرها، حتى وكانوا دول منتجة، لكن تهمها أنه الطاقة تكون رخيصة ليكون المنتج أكثر وتكون أكثر تنافسية في الأسواق. شكرا سيد ضربي. دكتور ضربي، يعني اليوم تواجد الجزائر أيضا في بعدها الإقليمي والإفريقي مهم جدا، عدة مشاريع يتم التحدث عليها اليوم، مشروع نقل الغاز من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر ثم أوروبا، كان مشروع الألياف البصرية، أيضا مشروع السكك الحديدية، مشروع البحث والتنقيب عن الغاز في النيجر، كلها مشاريع تعطي الجزائر قوة إضافية وتتموقع أيضا في إفريقيا. نعم، لأن الجزائر أستاذ الكريم أولا أصبحت توصف عالميا على أنها شريك ذو موثوقية عالية، شريك لا يستغل أزمات الدول الأخرى ليقتات منها ويستقوي منها، شريك يعمل وفق مبادئ مقدسة، مبادئ وطنية أصبحت ذات قيمة دولية وقيمة عالمية، أثبتها عقود ميناء الاستقلال من تاريخ الجزائر، هو أن الجزائر لا تتدخل في شؤون الغير، تقدم دائما الحلول وفق منظور السلام والحوار المتبادل بين كل الأطراف المتصارعة في ظل أي أزمات سواء أمنية أو اقتصادية أو غير ذلك. الجزائر تتحرك دائما أيضا فيما يخص علاقاتها الاقتصادية وفق مبدأ الندية مع الدول، تتعامل وفق مبدأ الربح للجميع، تتعامل أيضا من مقاربة التشاركية في كل المستويات لتنمية التعاون المشترك ما بين الدول سواء الإفريقية أو العربية والمتوسطية وعلى المستوى العالمي. كل هذا أهل الجزائر على أن تكون دولة نموذج داخل إفريقيا وداخل المنطقة العربية يحتذى به، ويكون لها أيضا بشكل ثاني صوت مسموع فيما يخص طرح الملفات الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية، لأنه دائما لا توجد كواليس خلف مشاريع الجزائر، لا توجد أهداف غير معلنة تضر بأي شريك مهما كانت صفته مع الجزائر، كما قلت لك لأنه وصلت إلى مستوى يصبح يشاد بالجزائر على اعتبار أنها دولة ذات موثوقية. كل هذا أهل الجزائر الآن على أن تكون دولة طرح. كيف ذلك أستاذي الكريم؟ في الجانب الاقتصادي أصبحت كل المشاريع التي تطرحها الجزائر مشاريعها الوطنية خليها في وطننا، المشاريع ذات البعد الإقليمي والبعد الإفريقي خاصة كما ركزت سيادتك لا تطرح على طاولة السياسية لتأخذ وقت كبير، لأنه كما قلت لك المشاريع من طرف حتى الدول الغربية عندما تطرح على طاولة أوغندا أو طاولة تونس أو غير ذلك، أي مشروع اقتصادي يتم دراسته ممكن سنتين ثلاث سنوات سياسيا، باعتبار أنه المدخلات والكواليس والألعاب السياسية تؤثر كثيرا، تتخوف هذه الدول الضعيفة على أن تجد نفسها أو اقتصادها مرهون بطريقة غير مباشرة في إطار هذه المشاريع، لذلك تأخذ دراسات سياسية واتفاقيات سياسية سنتين وثلاث سنوات ويمكن لا ترى النور، لتأخذ دراسة تقنية ممكن سنة بعد ذلك. الجزائر في إطار اتفاقياتها لو تلاحظ مع كل الدول ابدأها من تونس من ليبيا من موريتانيا والدول، بمجرد على أنه يتم الإعلان عن اتفاقيات تمضى سياسيا ما بين وزير ووزير، بعدها بأسبوعين بشهر تجد هذه المشاريع موجودة في الميدان يتم تنفيذها، لأن قلت لك الدول التي تتعامل معنا تدرك على أنها تتعامل مع دولة تؤمن بمبادئ أصبحت مقدسات، لا تبحث عن الربح على فائدة شعوب ودول المنطقة، بل العكس من ذلك، تبحث ممكن على
استقرار وتنمية هذه الشعوب قبل ممكن أن تكون فيه أرباح تجارية لفائدة الجزائر وتلك الدولة، باعتبار أن الجزائر تدرك على أن تنمية الشعوب وتنمية الدول سيعود بالرخاء على الدول الإفريقية ككل، في وفق مقاربة التي أحيت من السبعينات وقت هواري بومدين تم إحياء الآن، هو التعاون جنوب جنوب والتعاون إفريقيا إفريقيا. شكرا دكتور ضروي. يعني الدكتور يعني ننطلق من ما انتهى به الدكتور ضروي وتأكد على الاستقرار والتنمية في إفريقيا ودور الجزائر على بحث الاستقرار والتنمية في إفريقيا، تدعيم المشاريع التنموية في إفريقيا، مساهمة بواحد مليار دولار في الصندوق الإفريقي من أجل تنمية إفريقيا، كل هذا الجزائر تسعى إلى إعادة بحث العمق الإفريقي وإعطاء تكتل قوي يكون تكتل إفريقي الجزائر تأخذ فيه الريادة. على كل حال عندكم على حق في اثنين، هو ولكن قضيه مقاربه يعني هي عندما تكلمت عندما تكلم على الاستقرار، الاستقرار مبني على الامن، ذلك امن ثم استقرار ثم رفاهيه. انطلاقا من هذا المفهوم يعني فان الدول الاوروبيه شفناها انها توجهت بالنسبه في اوروبا في افريقيا خاصه في الساحل الى المقاربه الامنيه، معناتها تحقيق الامن، بناء تحقيق الامن سيحقق الاستقرار ثم تحقق التنميه الاقتصاديه. لكن هذه المقاربه الميدان اثبت انها لم تنجح. لماذا؟ وعلى حسب رايي المتواضع انا اعتبر ان هناك عاملين اساسيين لم يؤخذا في عين الاعتبار. العامل الاول هو عامل الفقر، فعندما يكون الانسان في مشكل اجتماعي عنده مشكل فقر، ما عندوش القدره على التعلم، ما عندوش قدره على الصحه، ما عندوش المدخول اللازم. وحتى ان مؤشرات الامم المتحده تتكلم يعني مؤشرات يعني تقرير على المتحده 2020 يقول ان تحديات افريقيا ثلاث، هو الامن الغذائي، الامن الطاقوي، والامن المالي. يعني ثلاث امور متعلقه بالجانب الاقتصادي وليس متعلقة بالجانب السياسي الأمني. بارك الله فيك. النقطة الثانية ونقطة مهمة جدا هي الديموغرافية. هنالك نمو ديموغرافي كبير جدا في الدول، هذه الدول الإفريقية. نعطيك مثال، في مالي اليوم 21 مليون نسمة، 2050 الآفاق 47 مليون نسمة، بعد في 2100 87 مليون نسمة. النيجر اليوم 25 مليون نسمة، في 2100 209 مليون نسمة. كيفاش تعملهم؟ إذا كنت دير لهم مقاربة أمنية، عندك 200 مليون شخص ودير له فقط مقاربة أمنية، كيفاش تتوكل هذا الإنسان هذا؟ كيف تحل المشاكل نتاعو؟ ولذلك فالمقاربة الأخرى وهي المقاربة الجزائرية، ونتفق 100% مع هذه المقاربة لأنها مقاربة اقتصادية، معناتها التوجه نحو خلق ظروف اقتصادية ملائمة من أجل خلق مناصب العمل بأجل المدخول المالي، من أجل تزويد إفريقيا بالطاقة، من أجل كذلك خلق الأمن الغذائي للدول الإفريقية. ولذلك فالمقاربة الجزائرية مبنية على حسب ما يمكن ملاحظته، أولا على يعني هو أول شيء وهو معايا الأستاذ أبو طربي أظن هو المختص في التجارة، أول شيء قبل ما نبدأه في الاستثمار نبدأ نتكلموا على العمل التجاري قبل شيء، كيفاش نحسن المعاملة التجارية إلا عن طريق البنى التحتية أولا، وبالتالي فالجزائر تستثمر في الطريق العابر الصحراء الذي يمر إلى نيجيريا وينتهي في نيجيريا في آخر المطاف، يعني عندما مرض من مختلف الطرق، ينتهي في بوركينا فاسو وينتهي في تشاد، ناهيك عن طرق أخرى مثلا زويرات إلى السنغال تندوف في الزويرات وما إلى الآخر. هذا النقطة الأولى. عندك مثلا تاني نتكلموا على السكة الحديدية، نفس الشيء، معناتها عندما تكون هنالك تنقل الأشخاص تنقل البضائع راح تخلق حركة ديناميكية اقتصادية، وبالتالي تخلق تتبعد مشاكل الفقر والمشاكل المتعلقة بالديموغرافية. كذلك النقطة الألياف البصرية تمر إلى من الجزائر إلى نيجيريا، عندما نتكلم عن الاقتصاد الرقمي أبسط شيء وشنو نتكلموا عليه؟ على التجارة الإلكترونية كأبسط شيء، وبالتالي حنخلق كذلك ديناميكية في هذا المجال. كذلك نقطة أخرى متعلقة تكلمت أنت على الأنبوب العابر لرجال الجزائر. شوف سيد رئيس الجمهورية تكلم عن نقطة مهمة وهذا يعني شيء جميل جدا، قال لك أن بما أن نيجر دولة شقيقة وما عندهاش موارد، حنا نبني لها هذاك المولوله هذاك الانبوب. هذا واش معناتها؟ معناتها حتخلق انت مداخيل اضافيه بالنسبه للنيجر، معناتها حتخلق انت موارد حتى نقضي على الفقر، حتى ناخذ بعين الاعتبار الديموغرافيه المتزايده، معناتها حتى نخلق استقرار في المنطقه، يعني نخلق الازدهار الاقتصادي الذي هو بدوره يؤدي الى التنميه الاقتصاديه. وسوف انتهي في نقطتين فقط حتى لا اطيل، يعني الجزائر هنالك نقط اخرى تكلمت انت عليها، الوكاله الوطنيه للتعاون الدولي التي تنشط بمليار دولار في هذا الاتجاه. نتكلموا على دور الجزائر في الاتحاد الافريقي، وزليكاف هو
من مخرجات الاتحاد الافريقي. نتكلم على اليوم الجزائر تطور النقل البحري مع الدول كذلك موريتانيا السنغال. نتكلم على البنوك، ما نساوهمش ان الجزائر عندما اليوم تفتح بنوك في الخارج كذلك تخلق هذه الديناميكيه. نتكلم على كذلك الكهرباء بالنسبه للطاقه، الجزائر كذلك تريد ان تنمي التنميه الكهرباء على الطاقه، شفنا مع ليبيا، شفنا مع تونس، ان شاء الله على تولي كذلك مع الدول الافريقيه. احنا نتمناو يعني هذه نقطه مهمه وجوهريه نتمناو هذا الباب. اذا هذه مقاربه، انا اعتقد بطريقه متواضعه انها المقاربه الامن الاحسن لتحقيق ذلك الامن، ومن ثم العلاقة الاستقرارية والازدهارية بصفة العامة ليس فقط لتلك الدول ولكن لكافة المنطقة. شكرا دكتور على كل هذه المعطيات. السيد بوطلبي، يعني اليوم تحدث الدكتور أيضا على إنشاء منطقة زليكا في المناطق الحرة، كل هذا لها دور في تعزيز المبادلات التجارية سواء بين الجزائر والاتحاد والدول الإفريقية، وبين أي إذا تحدثنا عن التكتل البريكس اليوم أيضا فتح أسواق جديدة لدول البريكس في القارة الإفريقية عندما تنضم الجزائر إلى هذا التكتل. نعم، قلت في الكلمة قبيل أنه الجزائر تعبد في طريق إلى 2030، نقدر نقول 2030 ونقدر نقول 2025، لأنه 2025 هو الانطلاق الفعلي تاع منطقة التبادل الحر زليكا. يعني 1 جانفي 2025 تكون خلاص تحرر الجمركي، تكون القيود الجمركية كان تفكيكات الجمركية اللي تكون تعرفت، والمنتج يكون تعرف ويبدأ تفعيلها تجارية رسميا. اليوم الجزائر دخلت إلى العمق الإفريقي بشركات كبرى مثل سوناتراك، مثل نافطال، مثل سوناغاز. سوناغاز راحت للجابون مش النيجر، راحت حتى للجابون وعقدت شراكة وراهي في دراسة الاتفاقية. معناتها هذه شيء مهم جدا. أذكر لك الكهرباء 650 مليون إفريقي ما يعرفوش الضوء، ما يعرفش متى كهرباء، ما عندوش كهرباء. هذا شيء مهم جدا. ما تنساش أنه لما تقول كهرباء معناتها ما كاش تنمية، معناتها ما كاش تعليم، معناتها عندك كل شيء ركود. كاش صناعة، بلد ما كاش صناعة، تلقى بلد محتاجة كل شيء. لذلك الجزائر لما حطت 1 مليار دولار لتنمية الهياكل القاعدية اللي هي شبكة الطرق، الألياف البصرية، الاتصالات، المشاريع القاعدية الأساسية، بناء مدارس، بناء كذا، هذا شيء مهم جدا في المرحلة هنا. لماذا؟ لأنه العديد من دول إفريقيا لما وصلت للضيق خلاص وانسداد في التفكير أصبحت تستغل من طرف دول أخرى واستعمارات أخرى إن لم نقل بتمويلات بطبيعة الحال في التحكم في سياساتها وتحكم في اقتصادها، وربما تشكيل خطر في دول إفريقية خاصة منطقة الساحل اللي لاحظنا أنه فيها جاذبية كبيرة جدا بالنسبة للعديد من المهتمين في الاستثمار في هذه المنطقة. لماذا؟ لأنها تحتوي على اليورانيوم، على الذهب، على المواد الأساسية المهمة جدا التي كانت محتكرة من طرف عصابات أوروبية وممنوعة من الاستخراج وممنوعة من الاستكشاف وممنوعة من البحث أصلا. أبقى في نفس الوضعية. اليوم أصبحت دول إفريقية تكتشف البترول، تكتشف الغاز، وتكتشف اليورانيوم، وتكتشف أيضا مناجم جديدة للذهب، ولها الحق أن تستغل الذهب. هذا شيء مهم جدا. إفريقيا التي عانت الويلات من الويلات الصحية، يعني كل أنواع الأوبئة جربت في إفريقيا، كل أنواع الأمراض أيضا كانت في إفريقيا، اليوم تتجه إلى تنمية كبيرة جدا وسوق موحدة. الجزائر تملك مكانة مهمة جدا بحيث أنها الآن تعبد في طريق مهم لبناء مستقبل تشاركي أو تكاملي مع إفريقيا. لما أقول تكاملي، شفنا الخطاب اللي داروا السيد رئيس الجمهورية على تونس مثلا، قال تونس تطيح احنا نطيحوا تونس تطيح، لازم فيزو نشدوا في بعضنا. هذا هو الجسد الواحد، هذا هو الشيء المهم، تكامل كما قال عليه السيد راوي، هذا هو التكامل. اليوم الذهاب الى افريقيا بمنطق رابح جميعا، ونبقى جميعا متكاتفين لنصمد امام التكتلات والتغيرات الكبيره جدا اقتصاديا. هي شيء مهم جدا ان نذهب متحدين. اليوم ربما لماذا نحافظ على تونس، لماذا نحافظ على النيجر، لماذا نحافظ على دول إفريقية ربما لا نملك معها حدود؟ نحافظ عليها لأننا عانينا الويلات
من الاستعمار. اليوم نريد بناء إفريقيا قوية، نريد تكامل حقيقي، وهذا هو جنوب جنوب. لما نقول التكامل الاقتصادي جنوب جنوب ولا التعاون جنوب جنوب، من هنا يبدأ الدول الإفريقية. وشفنا زيارة الرئيس الأوغندي إلى الجزائر اللي راح فرحان، ويعني حتى لما جلسنا مع السفير ومرافقين في السفارة بعد الزيارة يعني كانوا أبهروا. لماذا؟ لأنه الجزائر مباشرة قالت نستورد، عندك الحليب نستورد، ما عندك حليب ما عندناش مشكل، تجي المبادرة التجارية. هذا هو الجنوب جنوب، وعطاء الأولوية للدول الإفريقية في المعاملة التجارية. هذا هو التعاون بيننا. وأيضا أوغندا استطاعت أن تكسب شراكات من عند الدولة الجزائرية في الطاقة مثلا وفي الكهرباء، وهذا شيء مهم جدا في المرحلة المقبلة. شكرا سيد أمين بوطالبي. دكتور ضروي، نتحدث أيضا آخر تقرير للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد 6 أشهر من إنشائها، أكدت أنه تم تسجيل 1600 مشروع بقيمة استثمارية تقدر ب 553 مليار دينار. كيف تقرأ هذه الأرقام؟ نعم، عندما نقرأ الأرقام بطبيعة الحال هي أرقام مفرحة ومحفزة بطبيعة الحال، وتنم عن جهد وعمل يعني قام به طاقم العمل للوكالة بطبيعة الحال، في انتظار أنه تصبح هذه المشاريع على أرض الواقع حتى تكون قيمة مضافة حقيقية للدائرة التجارية والاقتصادية لدولة الجزائر. ولكن أستاذ خليني يعني فقط حبيت نضيف وش قال الأساتذة الكرام، انه الجزائر تسمى بوابة افريقيا، ولكل باب بطبيعة الحال تجد دائما عنوان. لو تدخل السيد الكريم من باب الجزائر الان التي اصبح الجميع يهتم في قارة افريقيا بالجزائر، لن تجد اكثر من عنوان انه باب السلام والتنمية. بطبيعة الحال عندما نتكلم عن السلام والتنمية هم ركيزتين اساسيتين في استقرار دولة الجزائر وكل الدول الافريقية وكل دول العالم بطبيعة الحال. لأنه عندما تتكلم عن السلام في إفريقيا وتتكلم عن الجزائر، يمكن أن أعطيك بعض ما قامت به الجزائر، مثلا تحركها في ملف لبعث السلام في ملف سد النهضة ما بين مصر وأثيوبيا والسودان بطبيعة الحال. عندما نتكلم عن السلام نتكلم عن مقاربة الجزائر في دولة ليبيا التي قالت لا يمكن استيراد الحلول من الخارج، ولكن الحل يجب أن يكون ليبي. عندما نتكلم عن السلام نتكلم عن الوضعية الاجتماعية والسياسية الصعبة جدا في دولة تونس وما تحركت به الجزائر في الميدان على الأقل للمحافظة على سيادة دولة تونس حتى لا تدعها فريسة لكل المطبعين بطبيعة الحال الذي أرادوا أن تكون تونس دولة مطبعة. عندما نتحدث في السلام ونتحدث عن الجزائر سنتحدث عن مالي وما تفعله الجزائر كثيرا في هذه الدولة، ونتحدث عن النيجر ونتحدث كذا حتى نصل إلى الاتحاد الإفريقي في حد كاتحاد. عندما قالت الجزائر لا يجب أن يكون بأي شكل من الأشكال للكيان الصهيوني أي قدم في هذا الصرح الإفريقي لاعتبارات تقنية ملموسة أكثر منه قضية كرة أو كرة تاريخي أو غير ذلك، باعتبار أنه هذا الكيان لا يعيش ولا يستقوى ولا 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 يتفرعن كما يقال إلا من خلال زرع الشقاق والنفاق وزرع اللا استقرار وكذا. وعندما نتحدث قلت لك باب السلام والتنمية، نتحدث عن التنمية، أشار الأساتذة الكرام إلى العديد من المشاريع على غرار مشروع المليات 1 مليار دولار لتنمية المنطقة الإفريقية. نتحدث عن العديد من المشاريع التي طرحتها الجزائر في بعدها الإفريقي من خلال البنية التحتية الكلاسيكية والبنية التحتية فيما يخص الاتصالات السلكية واللاسلكية وغير ذلك من المشاريع. لذلك قلت لك أنه بوابة الجزائر الآن في ظل هذا العودة إلى البعد الإفريقي للجزائر، هذه البوابة يجب أن يكون لها عنوان. بوابة الجزائر هو عنوان السلام والتنمية. شكرا دكتور. دكتور بخاري، يعني مواصلة الإصلاحات، ما زالت الجزائر مواصلة في ورشة الإصلاحات الاقتصادية. اليوم نشوف قانون النقدي والمصرفي اليوم أمام غرفة البرلمان، يعني الإصلاحات المالية هي لبنة أخرى ستضاف إلى مختلف الإصلاحات الاقتصادية التي بشرتها الجزائر. بطبيعة الحال يعني عندما نتكلم على الإصلاحات، كان عندنا قانون في الماضي لم يكن يواكب التغيرات اليوم. اليوم أولا نشوف بأن الأزمات المتكررة التي نشوفها على المستوى العالمي، هل بلادنا يعني قادرة على صدها في ماليا؟ يعني هنا سؤال، إذا ما كانش عندك قانون الذي يسمح يضبط المؤسسات المالية الجزائرية لتكون عندها القدرة على التصدي لهكذا
يسمى لا ريزيليونس بالفرنسيه، يعني القدره على التعافي. هذه النقطه الاولى. ثانيا نشوفوا تكنولوجيا جديده ودخول لاعبين جدد في المجال المالي، كيف يمكننا ان نستغل، اولا نستغلها من باب يعني خلق اقتصاد في هذا الباب، ولكن ثانيا حتى لا نستغل نحن ونصبح تابعين لهذه الدول، لان المعلومه الماليه هي معلومه جد حساسه. ثالثا النقطه التي احنا نشوفوها كذلك في هذا الباب هو ادخال الابداعات الجديده، خاصه في مجال هذا الدينار الرقمي الذي ننتظره منه، ننتظره من اي باب؟ من باب اطفاء الشفافيه، من باب الابداع، من باب الرقمنه التي نبحث عنها. لان اليوم احنا نشوف مشكل الذي نلاحظه في مختلف المجالات، وقال السيد رئيس الجمهوريه، هو مشكل هذه تاع الرقمنه. وبالتالي هذا انا نعتبره ليس مفهوم مش الدينار الرقمي كدينار رقمي، ولكن مفهوم هو توجه استراتيجي نحو الرقمنه. هذا هو لب الموضوع. بالتالي انا اعتبر هذا لبنه اساسيه، وان شاء الله نشوفوا التجسيد تاعو، لانه القانون وحده ما يكفيش، لان ما هنالك تنظيمات اللي راح يدير من البنك المركزي اللي يسمح لنا بهذا الباب. وما نساوش النقطة اللي أنا موزي نقولها كنقطة مهمة، هي متعلقة بالسياسة النقدية. أي سياسة نقدية نريدها إلى بلادنا، هذه من دور يعني لأن اليوم كما تكلموا سيدي على الاستثمار، المستثمر يجي يقول لك أنا أريد أن أحول أموالي أرباحي إلى الخارج. إذا ما كانش سياسة نقدية تسمح بهذا الأمر، يصبح يعني في دي بلوكاج. وبالتالي فحتى يوجد قانون الاستثمار لن يكون فعالا، لان المستثمر الاجنبي لن يستطيع ان يحول امواله. بالتالي هذه منظومه متكامله. شكرا دكتور امين بوطالبي. باختصار، نحن الان بحاجه الى تحسين اداء المؤسسات الماليه اليوم في الجزائر من اجل الذهاب الى استثمارات او تشجيع الاستثمارات مع دول الخارج. اكيد اليوم حتى في اصلاح ربما أعلن عليه في مجلس الوزراء الأخير فتح رأس المؤسسات البنكية، وأيضا حتى التأمينات أعتقد أنه ستكون هناك فيه إعادة ترتيب هذا البيت المهم جدا، اللي هو الهيكل الأساسي للاقتصاد، هو روح الاقتصاد. بالعكس أنه ما يقدر المستثمر محلي، ما يقدر المستثمر أجنبي، هو تحدث الأستاذ بخاري المستثمر الأجنبي، ما يقدرش يجيك كم يعرفش بلي كان يقدر يدير أرباحه، يقول انا كي نجي نقفل الجزائر وطاج لاش لازم نعرف كيف نخرج اموالي. تقول له روح الجزائر وخرجهم السكوار، يقول لك ما نجيش، لانه هو يحب الشفافيه، لانه هو دولته طالبه بالشفافيه. وتعلم الشفافيه، احنا لابد علينا ان نتمارس فيما بيننا على الشفافيه، والمنظومه الماليه هي منظومه مهمه جدا، والرقمنه هي الاداه الوحيده ربما لحل الازمات الاقتصاديه وحل الازمات ربما اللي نعرفوا فيها الانتهازيه ونعرفوا التليفون والبيروقراطيه. الرقمنه ستفك العديد من قيود الانطلاق والاقلاع الاقتصادي الحقيقي. اذا السيد امين بوطالبي رئيس المركز العربي الافريقي للاستثمار والتطوير، شكرا جزيلا لك على المشاركه معنا. كما اشكر الدكتور محمد شريف ضروي وهو خبير في التخطيط الاستراتيجي وتنمية المؤسسات، والشكر أيضا موصول إلى السيد محمد دكتور محمد بخاري أستاذ في الاقتصاد. صحبتكم جميعا، والشكر أيضا موصول لكم أنتم مشاهدينا. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.